بسم الله الرحمن الرحيم. مع رسمة كائن العقرب نبتدي الأول برسمة أجزاء الجسم، 3 مناطق، منطقة ضيقة من البداية ترجع تبقى أوسع شوية، هذه المنطقة رقم 1. منطقة رقم 2 عبارة عن 6 قطع، ده رقم 1. 2 أضيق هنبتدي ننزل فيهم واحدة ضيقة بضيقة لحد ما نوصل رقم 6، رقم 3، 4، 1، 2، 3، 4، رقم 5، وآدي رقم 6. المنطقة رقم 3 في جسم الكائن ده برضو عبارة عن 6 قطع لكن أطول شوية، ادي رقم 1، 2، 3، 4، ادي رقم 5، وادي رقم 6. ونخلي بالنا ان في نهاية رقم 6 في جزء منتفخ كده اللي هو آلة اللسع بتاعة العقرب. طيب نطلع لبداية الجسم علشان نشوف التفاصيل اللي موجودة فيه. نلاقي عندي هنا lateral eye، عين طرفية، lateral eye 2 في الجنب كده، وفي median eye عددهم 2 برضو، تمام. طيب في جزء مهم جدا اسمه القرن الكلابي او الكليسرة، موجود في مقدمة الجسم، شكله عامل كده، 2 قطعتين كده، كل واحد فيهم فيها جزء كمان، ادي جزء وادي جزء، قرنين الكلابيان او القرنان الكلابيان الخاصين بالعقرب. يتبقى حاجة بسيطة، نعرف ان العقرب عنده 10 زوايد، 5 في جهة اليمين وفي 5 زوايا بالظبط في جهة الشمال، نفس اللي هنا هما اللي هنا بنفس الوظيفة ونفس الشكل ونفس التركيب. تعالوا نرسم مثلا بتوع اليمين، أول واحدة فيهم مهمة جدا، عدد القطع اللي فيها 6، ادي أول قطعة، دي التانية، التالتة، الرابعة، أما الخامسة والسادسة بنلاقيهم اندمجوا مع بعض شكل الكلاب بتاع العقرب. طيب شوف بقية الزوايد، كل واحدة منهم عددها 7، عدد الأجزاء بتاعتها 7، أدي 1، 2، 3، 4، 5، 1، 2، 3، 4، 5، ادي رقم 6، ورقم 7 شكلها عامل كده. اللي بعدها شبهها بالظبط لكن اطول شوية، الاتنين اللي بعد كده اطول شوية نازلين لتحت، برضو عددهم 7، دول الموجودين في جهة اليمين. وخلينا فاكرين ان موجود زيهم بالظبط في المكان ده، بس علشان وقت الفيديو ممكن منلحقش نرسمه. طيب تعالوا نشوف البيانات. الجزء الاولاني مقدمة الجسم ده بنسميه البروسوما، مقدمة الجسم البروسوم، المنطقة اللي في المنتصف اسمها الميزوسوم، أما مؤخرة الجسم الجزء الأخير هنسميه الميتاسوم، الميتاسوم. طيب الجزء الأخير اللي هو آلة اللسع ده هنسميه التلسون،
تيلسون ويز، ومعاه ايه؟ معاه حاجة بنسميها الستينج اللي هي آلة اللدغ. تيلسون ومعاه الستينج دول ووكينج ليجز. ووكينج ليجز أرجل المشي. الجزء ده مهم جدا، بنسميه البيدي بالب الرجل الملمسية. البيدي بالب الرجل الملمسية ده الكلاب بتاعه الكلى. طيب القرن الكلابي الجزء ده او ده اسمه القرن الكلابي، اسمه الكليسرا. الكليسرا او القرن الكلابي. العين الجانبية دي او دي اسمها لاترال اي، عين جانبية. اما اللي في المنتصف دي عبارة عن عين وسطية بنسميها ميديان اي. وباقي الرسم والتفاصيل هنتكلم عنها في السيكشن بأمر الله.